لما ربنا سبحانه وتعالى قال يفسدون في الأرض. يا جماعة الخير شوفوا كيف الأمة الإسلامية، الأمة الصالحة التقية النقية، ترى بخوزقوا كرمكم الله بأي إشي طيب بحياتهم. كيف؟ عن طريق سجائر رخيصة، سجائر أكثر ربع السعر كانت السجائر بالبلدان العربية. واحد هسه راح يطلع لي واحد بيقول لي انت بتفهمش بالاسعار. طيب يا عمي بفهمش، انت اللي بتفهم. اثنين، الدش الساتلايت هذا اللي بيحطوه لك اياه مشان تجيب اي قنوات، خليعه ما خليعه اكرمكم الله، فرنسا وتشوف افلام خليعه لازم تدفع، وتدفع كثير. بلغني من واحد مهندس كمبيوتر يعني لازم يدفع ويدفع كثير، اما البلدان العربيه بس ركب هالصحن هذا ويلا طير. تليفونات من سنين قاعدين بنقول يا عمي اسهل وسيله للتجسس التليفونات، واسهل وسيله يعرفوا وين انت التليفونات. هسه طلعت لنا البيجرات، هذه البيجرات اللي هي جهاز النداء الالي الصغير هذا طلع وسيله. يعني على فكره هون فكرونا يعني احنا مشان ان عرب اللي يكرمونا راح حاطين لنا ام كلثوم. المهم الله يرحمها. فيا جماعة الخير، يا جماعة الخير، أينما عندك أخلاق بنخروها بأي طريقة. لذلك يا جماعة الخير ثورة الوعي. الوعي يعني being aware and prepare، خليك وخلي ولادك وعيالك. أكثر من صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أنى يؤفكون المفسدون.